السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمشاهدينا الأعزاء. حلقة اليوم هنتكلم على زراعة النخيل في الوادي الجديد. معانا مثال حي من الدكتور حسن الأستاذ إسماعيل من الشباب الواعد اللي زرعوا لسه فسايل. هنعرف الرحلة بتاعتهم تمت ازاي والتكاليف والابتكار اللي هم عملوه بالنظام، ان هو يوفر لهم في شبكة الري وفي المية واستغلال الأرض أحسن استغلال بأقل التكاليف. مع بعض هنعرف حكايتهم ايه وقصتهم ايه مع بعض. السلام عليكم، نتعرف بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسماعيل احمد من محافظة الشرقية من مدينة بلبيس. تمام. بقالي هنا وقت حوالي سنة ونص. الارض ديت معنا حوالي من سنة، يعني بدأنا زرعناش غير هي مرة واحدة. زرعت قبل كده شعير، وحاولنا قبل كده نزرع سمسم لكن للأسف حصل فشل. يعني كده شكلة السمسم اللي فشلت، هو للأسف للأسف ما حاولناش حتى ندور هي المشكلة كانت في ايه بالظبط. بس هي غالبا كانت ملوحة في التربة نفسها، يعني معنى وبرضه محملة، يعني محملة في ثمار كويسة بالظبط بس ما نفعتش الزراعة. لا 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 تمام، يعني دول كانوا حوالي فدانين ونص، هما بالظبط العشر عيدان اللي قدام عينينا. الحبه دولت بس اللي فضلوا، يعني اللي نجحوا بالظبط في الموضوع. بالظبط. ماشي، يعني بنتكلم بقى مع بعض المشاهدين على زراعه السمسم باستفاضه، عشان ما حدش يجي يقول لي نتكلم على زراعه السمسم. بإذن نكمل الله. بقى بقيه بإذن الموضوع الله. الارض بتاعتك كام فدان؟ الارض بتاعتي معايا حاليا انا شغال في 10 فدادين، ومعايا 10 فدادين تانيين فاضيين. تمام. كبت ليه اخترت زراعه النخيل عن اي زراعه تانية؟ والله هي الفكره ان احنا حاولنا بقدر الامكان نبعد عن الزراعه التقليديه عموما. تمام. لان الزراعه يعني احنا اولا ما عندناش خبره في الزراعه، يعني والدي مدرس انا طالب، فما فيش اي خبره في الزراعه، ما كانش عندنا ارض قبل كده. تمام. فبالنسبه لنا ده كان اريح شويه، لان احنا جربنا قبل كده وفشلنا. نتكلم بقى ونقول اول حاجه، جبت الفسائل منين؟ الفسائل جبناها من الدخله. بكام الفسيله لغايه لما وصلت هنا؟ ب 115، هي على ارضها هناك ب 105. ب 105. عايزين نشوف حجمها كده، يعني هي في الحجم دوت، هي احجام متفاوته، يعني في زي دوت وفي زي اللي قدام شويه كده دوت، ما تعديش ال 50 سنتي. تمام. دي يعني الحجم ده لكل الفسائل اللي عندك؟ لا، هو كله في قلب بعضه، يعني كبير في صغير. كبير في ورا شويه ان شاء الله لما نطلع قدام شويه نطلع قدام كده ونتفرج. دي حاجات احنا لسه مغطينها برضو، يعني اهم حاجه. يعني بس دي ب 105، دي ب 105 الحجم ده بالظبط. الصغيره خالص زي اللي هناك دولك كلهم برضو نفس الشيء ب 105. يعني معنى كده ان انت لما بتيجي تشتري اللي هو الصنف ايه اللي انت جايبه؟ صعيدي او سيوي، هما الاثنين واحد. يعني هما الاثنين واحد، يعني اختلاف الفسيله الصغيره ديت بنفس السعر. نفس السعر، هو نفس السعر الكبير. الكبير في الصغير في الاحسن فيه. بالظبط. طب انا لو حبيت بقى اخد الحجم الحلو الكبير ده ادفع كام؟ يعني هتزيد 20 جنيه وممكن توصل لغايه 50 جنيه زياده. زياده، يعني نقول مثلا 155 جنيه. بالظبط، ممكن توصل لغايه نفس الحجم ده. تاخده كله ستاندر نفس الحجم ده اللي ممكن يبشر لنا السنه الجايه ونوفر الثلاث سنين بالظبط الاولانيه بدل مع النخله الصغيره دي. بالظبط كده. طيب انا شايف في الارض كده في فجاجات. تمام. ايه الغرض منها؟ الغرض منها اولا هو توفير الخراطيم من الميه. تمام. خطوط الميه، واحسن شويه برضو عشان الارض هنا فيها نسبه ملوحه، برضو بتطرد الملوحه بعيدا عن النخله نفسها. تمام. وبرضو موفره للميه. طب فين بدايه الميه بتاعتك؟ يعني ده المحبس. ايوه. تمام. انا زارع اولا على 10 في 10 مسافه الزراعه، 10 في 10. لان كده كده لسه هحمل تاني فيها، بس مش هحمل اشجار. طبعا شبكه الري اللي صممها فيها غلطه، ان هو مثلا تلاقي المحبس الناحيتي منخفض والناحيه الثانيه مرتفعه. لا، هو دي عوامل تعريه، يعني ده عفار والرمل اتزحنها مع المايه بدات تميل شمال ويمين. هو المفترض انا احط لها دعامات بس عشان اعدلها. تمام. يعني انما هي كانت مظبوطه. مظبوطه. انما حتى مع المايه برضو لان الضغط بيبقى شديد عامله زي فحر ضخمه. تمام. فمع الوقت بتخلخل فبتميل شمال يمين.
المية بتطلع من المحبس تمشي في الفجاجات بالظبط وتوصل للجوره بتاعت النخله زي كده بالظبط. يعني مات الفجاجه اهو يسقي نخله يمين ونخله شمال وهكذا وهكذا. طيب ال ال انت زرع مساحه قد ايه؟ المساحه اللي انا زارعها حوالي 4 فدان و3 من 10. بيتروي بالفجاج في كام وقت؟ التربيعه الواحده تاخد لها من 10 دقائق لربع ساعه. التربيعه كام فدان؟ التربيعه 6 قرارات ونص. في 10 دقائق؟ في 10 دقائق بالفجاجات؟ من 10 ل 15 دقيقه. معنى كده ان الفجاج وفر لنا في شبكه الري الفرعيه. بالظبط. ممتاز. الارض بتاعتك خليط؟ اه لا هي مش هي اجزاء يعني. في الاول هنا خليط تمام. الدراع اللي قبل اللي في الظهر في اوله رمله تمام. ورا طفله خليط ما بين الحمراء وما بين اللي هي الرصاصي دي، واللي ورا خالص احمر زي ما هو باين تمام. عايزين بقى نتكلم ونقول السعر الفسير احنا عرفناه تمام. وزارع في مسافه 10 في 10 بالظبط. طيب ايه الكيب؟ ايه هو معنى كلمه كيب؟ والله هو عايزين نشوف كده ايه دي الكيب. المقصود بيها اللي هي حاجه بتحمي الغاب اللي هو بيطلع على المصارف تمام. بيقطعوه بيربطوه في بعضه بضبره بيضه تمام. وبنحاول نغطي بيها بقدر الامكان عشان منها ايه؟ عشان الشمس تحفظا على منها على الشمس وكده اهوت والرطوبه برضو تمام. السعر كام؟ السعر كام؟ سعر الواحده من ديت حوالي 10 جنيه. كام في كام؟ متر في متر. متر في متر. متر تمام. بتجيبه منين؟ من الكفاح. من قريه الكفاح. دي قبل هو اي حد شغال في الجليد دوت يعملها عادي مفيش مشكله. قريه الكفاح دي تبعد عن ابو هريره قد ايه؟ تبعد عنها حوالي من 8 ل 10 كيلو تقريبا. تمام. يعني احنا نقول السعر الواحده بكم تاني مره؟ ب 10 جنيه. 10 وعندنا 105 ثمن النخله. تمام. في ايه تاني بنستعمله في النخله قبل الزراعه؟ قبل الزراعه استخدمنا مبيد فطري. لا قبل الزراعه عايزين قبل نتكلم الزراعة. بقى احنا عملنا الجوره ازاي؟ اولا انا جبت الجرار اشتغل في الخطوط الرئيسيه نفسها تمام. لان طبعا الفرق ما بين هنا وهنا كبير، بياخد خط رئيسي ما بين الاثنين تمام. وبعد كده بخليه ياخد خطوط بالعرض عشان يوصل ما عشان يوصل ما بين النخله دي والنخله دي تمام. بياخد كام منك؟ هو بيشتغل بالساعه. الساعه بكام؟ الساعه ب 150 جنيه. الارض خدت منك كام ساعه؟ الارض خدت مني حوالي 5 ساعات. المساحه قد ايه؟ المساحه حوالي 4 فدادين ونص. 5 ساعات. 5 ساعات. تقريبا التكلفه 750. تقريبا في الحدود دي 750 بس الفجاجات. بالظبط. واللي عمل لك الجوره ايه؟ آلة ولا عامل؟ لا عامل. هو عامل. اولا هو الجرار بيفتح على طول. لسه العمال بيجي الاول يظبط لي ده كله، يظبط ده كله شمال ويمين بالفاس خط الفجاج. بالظبط بيظبطها شمال ويمين ويلف الجوره دي كلها تمام. وبعد كده بيفحر لي مكان الفسيله نفسها. مكان الفسيله. العامل بياخد كام؟ العامل شغال باليوميه. اللي اشتغل في الفجاجات اشتغل باليوميه. اليوميه بكام؟ اليوميه ب 100 جنيه تقريبا. واللي عمل الجوره؟ النخله بتتزرع زراعه بحفر الجوره بتاعتها ب 10 جنيه. يعني 10 و10 كيب و105 الفسيله. يعني احنا وفي 10 نقل. وفي 10 جنيه للنقل. تمام. يعني كده بنتكلم في 135 جنيه. بالظبط. لغايه دلوقتي. احنا لسه لغايه دلوقتي لسه في تاني. طيب نكمل التاني. فاضل وفي مبيد فطري استخدمناه. طيب عملت بقى ازاي بقى المبيد الفطري؟ يعني انت يعني اخترت الثمره من المشتل على اساس ايه؟ هل انت شفت الام؟ هل شفت الثمره؟ هل شفت طعمها وشكلها؟ حصل. احكي لنا كده الموقف. والله هو فين بالظبط في الدخله؟ جيراننا جزاهم الله خير باشمهندس حسن وبعض اخواننا الجيران برضو راحوا هم الدخله شافوا النخل ما شاء الله ودقوه وشافوا الامهات بسم الله ما شاء الله على حد وصفهم ان هي كويسه وبسم الله ما شاء الله معظم الفسال او اغلبها بسم الله ما شاء الله حجمها محترم تمام. ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش سوسه النخيل الحمد لله، ما فيهاش اي امراض، ما فيش عجور ولا حفار ذو القرنين ولا الحاجات دي باذن الله ما فيش الحاجات دي. وباذن الله برضو في رش مكافحه تمام. اول بقول سواء كان موجود او مش موجود تم تقليع الفسايل وجت على الارض بتاعتك تمام. عملنا ايه بقى؟ طبعا قبل ما تتقلع كنا احنا كان العمال شغالين بيحفروا الجوره بتاعتها تمام.
والميه نزل، كانت المفترض الميه تنزل قبل ما هي تنزل، بس طبعا لضيق الوقت فالميه اتزرعت والميه نزلت على كده بعد منها. تمام، يعني انت ما حطيتش اي سماد عضوي ولا اي اسمده في الارض؟ كبريت. كبريت بس؟ كبريت وسوبر. ليه؟ والله ده على حد الناس اللي احنا سالناهم برضو. طيب، لان هل سؤال يعني احتاج ان انا اساله لكل المزارعين، هل احنا ما زلنا في 2021 نعتمد على القيل والقال، ولا المفروض ان احنا منلجأ لبعض اهل الخبره في الموضوع دوت، او من استشير مثلا حد متخصص في الزراعات دي؟ ان انا دايما بلاحظ ان الاغلبيه العظمى بيتكلم انا سمعت انا عرفت، فهل ده من ضمن الاسباب اللي بتخلينا بنقع في غلطات كتير؟ والله اللي احنا سالناهم هم ناس شغاله اصلا في النخيل، بس الفكره ده اللي موجود قدامي عشان اساله. تمام. طيب، بالنسبه لكميه الاسمده اللي حطيتها في التربه قد ايه للجره الواحده؟ تقريبا كيلو سوبر ونص كيلو كبريت. كبريت اصفر بودره. كبريت اصفر بودره نص كيلو. نص كيلو بس. بس. طيب، قبل الزراعه لما جبت الفسيل عملت ايه؟ جبنا برميل ومبيد فطري. هو كان نسبته كام؟ النسبة مش فاكر، الباشمهندس هو اللي كان عاملها. طيب تقريبا نسمع كده من الدكتور حسن المقادير واللي بيتم. هو بالنسبة للمبيد الفطري احنا بنعمله محلول، بناخد نص الكيس بتاع التوبسن او الريزوليكس عشان مقاومة عفان الجذور، وبنحطها على برميل حوالي 40 لتر. يعني التركيز بيبقى مهم في الموضوع. التركيز كام؟ نص. التركيز هو الكيس كان حوالي 400 جرام، اخدنا 200 جرام حطيناهم على 40 لتر بتركيز عالي، يعني بيبقى اعلى بكتير جدا من ان انا هرشه. تمام. وبتغطس النخله ولا بتسقيها ولا بترويها؟ بنغطسها في البرميل. لمده قد ايه؟ مفيش يعني ثواني، 30 ثانيه او 20 ثانيه. مبيد فطري ومبيد حشري بعد منه برضو بنغطس فيه تحسبا لاي افه ممكن تتنقل مع النخيل. وبيتم الزراعه على كده؟ وبيتم الزراعه على كده. بالنسبه لموضوع الخدمه في النخيل بالذات، لان فسيله النخل بتجيلي من غير جدر، ففي مدرستين، في مدرسة تقول نزل خدمة كومبوست أو سباخ عضوي، وفي مدرسة تانية تقول لك لا ازرع على الأرض زي ما هي، ولما تبتدي الشجرة بعد حوالي 6 شهور تضرب جدر وتجدد أبقى أنزل لها الخدمة بتاعتها. والاتنين صحيح. وحضرتك ماشي على أي مدرسة؟ لا أنا مدرسة الخدمة. الخدمة. كده احنا وصلنا لتكلفة 135 جنيه. مظبوط. ايه تاني تم من عمليات؟ يعني مثلا بتروي كل قد ايه؟ انا عايز اوضح برضو نقطة عشان ما نسيبهاش. احنا قلنا احنا صرفنا هنا على الفدان فجاجات وشغل جرار، احنا قلنا كان 750 جنيه. طبعا دي اترحمتني من تكلفة شبكة تنقيط، سعرها هيبقى اغلى من كده، مش بكتير بس هيبقى برضو اغلى. طب الارض الفاضيه، المساحه الفاضيه دي هل هتستغل ولا جرداء؟ لا، المساحه الفاضيه مش كلها تستغل، هي بس الاماكن اللي بيمشي فيها الميه، سواء الانيان الرئيسيه او الانيان الفرعيه ديت هيتزرع عليها اي محصول موسمي. وبقيه الارض فاضيه؟ بقيه الارض فاضيه. ده انا بعمل الشكل ده توفيرا لاستهلاك الميه بس وتوفيرا لتكلفه الشبكه كمان. تمام. في اي خدمة تانية هتعملوها؟ لا، هو النخل طالما يعني برضو حاجة مهمة جدا جدا عايز انصح بيها الناس اللي هي مقبلة على زراعة النخيل، ان انت تجهز شغلك قبل ما تبتدي. يعني بتجهز الكياب قبل ما تشتغل، لان اليوم اللي بينزل فيه النخلة وبتتزرع المفروض ان هي تتلف بالكيب على طول. تمام. طالما اتزرعت وخدت الكيب بتاعها مفيش غير الري بقى. الري. كل قد ايه؟ يعني على فترات متقاربة، على قد ما اقدر، كل 3 ايام بالكتير. طيب، كنت عايز اسأل، هنا في الارض عندكم البير على كام فدان؟ البير على 110 فدان. حصتك في المية كل قد ايه؟ حصتي في المية بتيجي كل 11 يوم، الفدان عليه ساعة. طب انت في الحالة دي، في الزراعة الجديدة زي الليمون او النخيل او المحاصيل، بتعمل ايه عشان في عز الحر تقدر توفق الموضوع ده؟ هو سؤال مهم جدا وسؤال جميل. يعني دي بتعتمد على الناس اللي موجودة على البير كلها. لو التعاون موجود وروح المساعدة والحب ما بيننا
هتبقى المية عندي وعندك واحد، بدل معايا ساعة ابدل معاك ساعة وابقى خدها في الدور بتاعي، بحيث ان انا محتاج المية دلوقتي وتبقى تاخدها مني بعدين، ونبدل مع بعض كده بحيث ان المية تبقى بتلف علينا كلنا في وقت متقارب، عشان الزرع ده مش هيستحمل العطش. معنى كده ان مجال الزراعة مش بيحب الانانية ابدا ابدا ابدا، الانانية فيه بتدمر الكل. حضرتك عندكم طاقة ولا ديزل؟ والله عندنا طاقة والحمد لله ربنا كرمنا وجبنا ديزل برضه. هل الديزل للدرجات دي فيه فرحة ولا التكلفة بتاعته تعور؟ الديزل ده متشال على جنب كده للطوارئ، يعني انا مش جايبه استخدمه. لا لا يعني مينفعش محروقات. لا لا، ده انا جايبه بحيث ان انا معايا محصول مهم وصارف عليه وميتي ما كفتنيش ادور الديزل. طب سؤال بقى فني صغير، اتفضل. هل حضرتك بتشجع على الري في الصيف اثناء الذروه، ولا في الحاله دي بتستعمل الديزل، ولا هتعمل بركه وتعوض بالموضوع ده؟ انهي فكر من الثلاثه كالدكتور حسن عايز يشجع بيه الناس ويجاوب عليه بشفافيه؟ بص كحسن، انا اعمل الثلاثه. الثلاثه لو معايا الامكانيه الماديه. انا بشتري ميه ما بشتريش ارض، يعني الارض مفيش ارض ما بتزرعش، ومشاكل الارض كلها بتتحل، حلو، سواء قلويه او ملوحه او ايا كان، لو فيها عفريت ازرق هتتحل وهتشتغل. انما المشكله في الميه ما فيهاش حل، الميه المالحه ربنا يبعدنا عنها، ملهاش اي علاج، وكل اللي بيطلع بيسوق لاي منتج، مع احترامي للجميع ودي وجهه نظري انا مش ملزمه لحد، انا ما بقتنعش بالكلام كله اللي هو الاجهزه اللي هي بتقول بيقولوا بتأين الميه والكلام ده. لا لا، مشكله الميه ما فيهاش علاج. انت لما تيجي تشتري ارض دور على الميه قبل التربه. تمام. كل اللي احنا بنعمله، احنا كان السؤال ايه معلش عشان اتفرع. اختار الطاقه الشمسيه اثناء النهار، ولا تشغل ديزل بالليل، ولا تعمل بركه وتروي براحتك؟ طبعا ري الليل مفيش احسن منه، والري في الاوقات اللي ما فيهاش ارتفاع لدرجه الحراره افضل كتير جدا جدا للشجر او لاي نبات عن الري في الذروه. يعني معنى كلام حضرتك ان انت بتشجع عدم الري بالطاقه الشمسيه ايا مكان نوعها اثناء الذروه في الصيف. والله يا فندم، لا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بنروي في كل اوقات اليوم، احنا مضطرين لده. مضطر طبعا. صح ولا غلط؟ لا اكيد غلط، اكيد غلط. بيأثر على الزرع؟ اكيد اكيد بيأثر طبعا. يعني برضو اعفان الجذور ديت في شيء منها برضو من الري اثناء الذروه، بيبقى النبات كل استرس عليه من كل حاجه، يعني الشمس فوق منه مسخناه، التربه سخنه جدا، الميه بتطلع برضو بتنزل عليه سخنه، كل ده اجهاد اجهاد طبعا طبعا على النبات اكيد. تمام. في اي حاجه تانية يا استاذ اسماعيل عايز تضيفها بالنسبه لتجربتك في زراعه النخيل الصعيدي؟ لا والله، وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا ويوفق جميع جيراننا جزاهم الله خير، محدش فيهم قصر معانا. طيب بالنسبه للنخل، متوقع تاخد البشاير امتى؟ والله هو المتوقع عموما من 3 ل 4 سنين بالنسبه للصنف اللي انت زرعه. بالظبط. طب بالنسبه للفسائل الجميله اللي حجمها كبير، نقول مثلا السنه الجايه؟ والله خير وبركه. والصغير هو ده اللي نصبر عليه. هو ده اللي نصبر عليه. تمام. فهو عموما كله فرنج من 3 ل 4 سنين. سؤال محرج لاستاذ اسماعيل، عمرك قد ايه؟ 23. يعني نقول لما استاذ اسماعيل يكون عنده 43 هتبقى شكل مزرعتك ايه؟ بسم الله ما شاء الله. هتبقى الابتسامه دي هتبقى موجوده ساعتها، وتحس كده اللي انت باذن الله عملت حاجه حلوه باذن الله. خلي بالك اللي انت بتزرع زرعه جميله معمره ليك ولاولادك، وربنا يا رب يرزقك بالخير. اللهم امين اللهم امين. في اي امنيه عايز تقولها كشاب مستثمر صغير في منطقة كرداء انت داخل فيها بقلبك ولسه ما اتجوزتش ولا عندك أسرة، بتشجع الشباب ان هم يقلدوك او يعملوا زيك؟ والله بشجعهم وبشجعهم ان هم يطوروا، يعني مش يعملوا زي، لا ويعملوا احسن. هل مجزية؟ والله كل حاجة مجزية بس مع الصبر. الصبر الصبر. انت مثال حي لشباب كتير. نقول مثلا، هل نقول للشباب سيبوا اشغالكم وتعالوا اشتروا اراضي؟ برضو لا،
هتبقى صعبة على البعض. ليه؟ معظمهم متعود على بيئة معينة، على طبيعة، على نظام حياة معين، فبالنسبة له صعب. واكيد مش الكل معاه فلوس. بالظبط، دي احدى الاسباب برضو. طيب انت عندك الفدان هنا بكام؟ الفدان هنا انا شاريه ب25. كلفك لغاية الوقت كام؟ بخسارتك في الزراعات السابقة. لا كتير تقريبا. كتير لا، ده انا محتاج وقت افكر فيه. نقول 50؟ ممكن. يعني الفدان يوصل ل50,000؟ يوصل. يعني نقول ضعف ثمنه خسارة. بالظبط. وعشان كده اخترت النخيل. بالظبط كده. ربنا رب يقويك. اللهم في أي حاجة عايز تقولها؟ لا، جزاكم الله خير وشرفتونا ونورتونا إن شاء الله. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. جزاكم الله. مع السلامة دكتور، والسعيد بيكم.